الجزائر نظرة جديدة وأفاق جديدة. أكبر حدث اقتصادي أسدل ستاره بعد 5 أيام متواصلة عرف فيها مشاركة قياسية ومتنوعة للعارضين. منتجات تجميل محلية اكتسحت المعرض بقوة. شباب رفعوا التحدي وسعوا إلى استعادة المنتوج الوطني في السوق وكسب ثقة المواطن الجزائري بجودة ونوعية منتوجاتهم. السلام عليكم، أمين خلوفي، مسؤول تجاري لشركة راك كوسميتيك المسمات بعلامة أغليس. شاركنا في الطبعة 54 المعرض الجزائري الدولي، شاركنا بمختلف المنتوجات اللي عندنا. كما نعرفوا انه شركه مختصه في مستحضرات مواد التجميل بكميه كبيره ومتنوعه، دونك حطينا المنتوج ديالنا اللي كنا نعرفوه من قبل، كما زدنا حطينا منتوج جديد اللي غير ما دخلناه للسوق، وكانت فرصه لينا باش نقربوه اكثر للمواطن. وايضا انه مادام المعرض فيه عده دول اجنبيه، دون انه فرصه لنا ايضا باش نحتكوا ويعرفوا المنتوج تاعنا. ايضا كما قلت فيها باقه كبيره ومتنوعه من مواد التجميل كما لي جال دوش، لي شامبوان، ماء الورد، اونتي بو، اوميسيلار، ايضا لي دي ماكيون، ايضا جال انتيم، لي كريم فازلين، كريم ديودورانت. دونك باقة كبيرة ومتنوعة، وكل كل كل باقة عندها عدة أنواع أيضا. دونك هذه الخصوصية تاع علامة أورليس. معكم مامو جبار، مدير تجاري لمؤسسة ستاروات المتخصصة في تحويل الورق إلى مناديل ورقية، ولدينا أيضا منتوجات أخرى مثل ورق الألمنيوم وورق الشفاف وورق الطهي. شاركنا في هذا المعرض الدولي الجزائري في طبعته 54، المعرض الذي حظينا فيه بلقاء عديد من المؤسسات الوطنية والخارجية. شركة كوسموتيك لاغام فيجي تم تأسيس شركة في 2000 سنة 2014، والحمد لله طورنا في لي برودوي، طورنا في بزاف، دخلنا بزاف لاغام، تلارجيت لاغام بار كونتر اللي كانت. دوكا راح عندنا حوالي 40 منتوج بمختلف الانواع، لي سوان شوفو، لي سوان فيزاج، لي سوان ديكور، لي شامبوان، لي زابري، بديل الزيت. ما كاين بزاف، كاين بزاف لاغام لارجو غام. الحمد لله لقينا يعني استقبال كبير في المعرض الدولي الجزائري هذا، لقينا اقبال كبير من طرف المواطن. محمود مأمون، كوميرسيال دو لا مارك لوال اند بيوتي، سي نوفيل مارك دون لو مارشي الجيريان. دخلنا للسوق الجزائريه ب 18 منتج، رانا متواجدين في المعرض الدولي رقم 54. الحمد لله لقينا اقبال كبير في المعرض الدولي. لوال اند بيوتي قفزه نوعيه من حيث المضمون والمنتج، من حيث المضمون والشكل. إن شاء الله طموحاتنا راح تكون الوصول للسوق العربية والإفريقية إن شاء الله. شكرا، لوال أند بيوتي تسعى دائما لتقديم الأفضل إليكم.